انا هاد السيد هذا اداني باقة قاصر مازال صغير عندي 16 عام، مو هي اللي تكلفت بالزواج ديالنا، ما كملناش حتى عام ديال الزواج، جا وشرب للدار وبغى يشرب وشرب وشعل العافيه في السداد ونضت العافيه وانا هربت، وبقى كيقولوا بقاو كيقولوا للناس انا اللي حرقت الدار، شحال وانا في العربيه حامل الوليد الاول ومات لي، ودابا عاوتاني اني كنت فاس ساكنه وجيت لهنايا عندهم غير ضيفه، تكرفس عليا وشبعني ضرب بقى يصدمني على رجليا تميت هبطة هاربة من الدروج، طحت صافي مبقيتش قادة نتمشى هي هاديك خرجني لبرا وبلع عليا، رغبت غير الجيران هما اللي داروا فيا في سبيل الله وداوني للكوميسارية، من الكوميسارية جابتني لومبيونس لهنايا، وفي الاخر داروا حبل بالشيلان ديالي في السرجم ديال الدار، وبقاو يقولوا لعباد الله راه حاولت تنتحر، انا من باغا نتحر علاش ولادي ما فاتيهم حتى شي حاجه، وغي انا اللي تعطبت في رجليا، دابا هاد الرجل عندي مقروضه ثلاثه ديال القرضات، دابا هادي قول 4 ايام، دابا بغيت غير نخرج ما لقيتش اللي يدير فيا حتى في سبيل الله، غير كروسه باش نخرج نشد الطاكسي نمشي عند البوليس كيبلعوا مع الربعه باش يديروا لي حل معاهم، رجل تانية ما كنقدرش نصطم عليها، كيجي عندي بالتخابعيه ديال مو، قالت له هي ما ترجعش لعندي صافي، ومع العلم هي عارفه 12 عام هذه ديال الزواج، 12 عام ديال الزواج والعالم كله راه عارف، كاع اللي كيعرفني راه عارف حياتي عايشه كيعيشه معاه، حياته كلها ندوزها غير في الحباسات، وانا صابره كنقول معليش حيت من لافامي وعلى وجه وليداتي، ولكن دابا لاحوني هنايا هاد اللوحة، عائلتي في خبرهم ملقاوش طن صبر باش يجيو، بغيت انا وحدة في الزوج، يا امي يعطيني بريتي نمشي بحالاتي نيشان، ولا يردني لمحالي، ما يأذيني ما يتوشي فيا وعلى يد البوليس، ونرجع على يد البوليس، هي كتقولو انا ما ترجعش لعندي، دير لي الالتزام، ندير لهم الالتزام يعني غيذبحوني مرة أخرى. يقولوا عاوتاني ذبحت راسها، انا بغيت نرجع على ما نرتاح ونمشي بحالاتي، ما نجلسش معاهم وما يشدوليش ولادي، عندي الوراق عندي سيرتيفيكا فيها 41 يوم عندي كلشي، المهم 4 ايام هذه ملي جيت لهنايا بقيت قاعده في الباب كنستناهم يدخلوني بلعوا عليا الباب، فالتالي مني ما دخلونيش رغبت الجيران داروا فيا في سبيل الله شدوا لي الطاكسي هما اللي داوني للكوميساريه، في الدار راني كنت نغوت والناس راهم كانوا يسمعوا، هو كان يضربني الفوقه وبنتي هبطت لتحت، حيت داك بيبره والصغير عنده عامين، هادي 12 عام من 2008، هادي الرجل ديال الشمال عندي 4 ديال الصبعان مهرسين، وهادي ما قالوا ليش شنو كاين في السكانر، انا المهم ما كنقدش نوقف عليها معطوبه بزاف، ما عنديش فين نمشي انايا، كل لقيت فين نمشي كراني درت حل راسي، انا ما عندي حتى شي واحد هنايا، مكرهين فيا العائله اللي هنا في وجده مكرهينها فيا، كلها مكرهينها فيا، فين ما يصرى شي مشكل يقولوا لهم هي اللي دارت هي الفاعله هي التاركه، ومع العلم هما معروفين، حيت انا قلت لهم ها راني تحت راسي زعما على اساس باش يحن قلبو ونرجع للدار على ما نبرو نمشي بحالاتي، كني وصلت لهاد الدرجه هذه صافي، ني علمتكم نتوما على الله وعسى يكون الخير، اصلا جاو لعندي راني هدرت معاهم قلت لهم انا في الاول راني كنت خايفه منه وهاشنو، قال لي صافي، جاو عندي البوليس قالوا لي اختي بغيتي تصالحي مع راجلك تصالحي معاه، ما بغيتيش تصالحي معاه ودفعي الوراق ديالك جيب لنا شهاده طبيه واجي، فاش خرجت بالليل ومشيت للكوميساريه كنزحف على رجليا راني قلت لهم هو اللي ضربني، انا اختي ما عنديش فين نكون، انا راه ما عنديش فين نكون، غنبقى مليوحه هنايا، وولدي انا هنا مليوحه في السبيطار، وهي ختنات له البارح منين صونيت عليها قالت لي ضد فيك وراه باقي عندي الاوديو، قالت لي زكارة فيك غادي نختلو الطردقي، ولدي ليا كيبكي محروق من جيتي انا محروقه من جيتو، ما ختلو لي الولد لما نكون انا حاضره، وانا شحال وانا خدامه كنستنى غير باش نشد الكونجي ديالي باش ندير لولدي طهاره كبيره ونفرح بيه.